بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بطلاب المرحلة الثانية في درس مادة الكوميونيكيشن الذي راح يحمل عنوان الأنالوج فلتر. عندنا عدة أهداف من هذا الموضوع. الهدف الأول هو معرفة الأنواع الرئيسية للباسيف فلتر والأكتيف فلتر، حيث أن الباسيف معناه بأنه الفلتر يحتوي فقط على RLC أو R و سي او ار و ار، والاكتيف فلتر اضافه الى هذه الكومبوننتس الكتريكال كومبوننتس ايضا يحتوي على اكتيف ديفايس، قد يكون ترانزستور، قد يكون اوبريشن امبليفاير او اي اكتيف ديفايس اخر. كذلك من هذا الموضوع راح نوضح ايضا الفريكونسي ريسبونس اللي هو بنوعيه الماجنتيود والفيز ريسبونس، وكذلك راح نتعرف ايضا على المناطق الامرار الترددات اللي هي الباس باند والستوب باند والكت اوف والاند الهال باور فريكوانسي، وكذلك ممكن ان نوجد نحسب لنا الترانسفير فانكشن للباسيف والاكتيف فلتر، وكذلك ممكن حساب الجين، وكذلك ممكن نحسب الفريكوانسي كت اوف والريزونانس فريكوانسي والستر فريكوانسي والباندويد. في مستهل هذا الموضوع نحب نعطي في التعريف علما للفلتر. الفلتر هو بصورة عامة هو في الديفايس يسمح بمرور الترددات التي احنا نرغب بها، بينما يرفض الترددات الاخرى اللي احنا ما نريدها. يستخدم في عدة مجالات، يعني مثل الراديو والتليفون والتلفزيون، وكذلك بالانظمة الاتصالات على كثر انواعها. طيب، هذا الفلتر إلى حزمتين. طيب، الحزمة الأولى يسميها الباس باند. الباس باند يعني باس، من يقول لك باس يعني ممرر، يعني مرر لك الترددات اللي احنا اللي نريدها. بينما الحزمة الأخرى راح نسميها بستوب باند. ستوب باند ما معناه يمنع من مرور الترددات الغير مرغوب بها. طيب، وأيضا يحتوي على الكت اوف فريكونسي. شنو معنى الكت اوف فريكونسي؟ هو تردد القطع، يعني عنده يا اما البعد يسمح او القبل يسمح، يعني هذا تردد القطع، هذا الكريتيكال كت اوف فريكونسي. طيب، ايضا راح نتعرف في هذا الفيديو على ترانسفير فانكشن. شنو معنى ترانسفير فانكشن؟ الترانسفير فانكشن راح نسميها اتش اوف اس. اتش اوف اس هي الترانسفير فانكشن، هي نسبة الاوتبوت على الانبوت، الاوتبوت اوف ذا سيستم، الاوتبوت اوف ذا سيستم واي اوف اس على الانبوت اوف سيستم اكس اوف اس. اذا الترانسفير فانكشن هي فانكشن اوف اس، الترانسفير فانكشن هي فانكشن اوف اس. نعم، اكو تعريف اخر يمثله بجين. الجين هو ايضا اوتبوت على الانبوت، بس مو فانكشن اوف اس. الجين ليس فانكشن اوف اس، بينما ترانسفير فانكشن هو فانكشن اوف اس تساوي الاوتبوت اوف ذا سيستم، هذا سيستم معين، هاي اتش اوف اس هو الاوتبوت اوف ذا سيستم مقسوم على الانبوت of the system. طيب، ايضا الفريكونسي ريسبونس، الاستجابه التردديه. ايضا الاستجابه الترددية راح تنقسم لنا الى قسمين، الاستجابه الترددية للماجنتيود كماجنتيود بلوت او ماجنتيود ريسبونس، والاستجابه الترددية راح تكون الفيز ريسبونس. طيب، شنو معنى الماجنتيود؟ الماجنتيود هو حاصل رسم ال H of S. كنا نعرف بأنه كل S، يعني سابقا شوف لو نرجع، هذا هو S، ال S يساوي لنا J أوميجا، ما معناه حتى نقدر نحسب الفريكونسي ريسبونس أو نوجد الماجنتيود ريسبونس أول ما نبدأ بتحويل كل S بما يساويها J أوميجا. ال J هو يساوي لنا اللي هو الكومبلكس نمبر، الجزء الخيالي، اللي هو يساوي لنا تقريبا، مو يساوي تقريبا عفوا، يساوي لنا واحد جذر واحد، يساوي لنا جذر واحد. طيب، نرجع الى الفريكوانسي ريسبونس. اذا الفريكوانسي ريسبونس هو راح ينقسم الى قسمين، هو تمثيل الدائره ومعرفه تغيرها بالنسبه للسورس اوف فريكوانسي باتجاهين، اتجاه الفيز واتجاه الماجنتيود. طيب، شنو معنى الماجنتيود ريسبونس او ماجنتيود بلوت؟ هو رسم الماجنتيود، الطول، طول ال H of J Omega، قلنا ال J Omega منين جاي، هنعوض عن كل S ب J Omega with respect to frequency، بالنسبة إلى الفريكونسي. طيب، شنو معنى الفيز
بلوت او فيز انجل بلوت هو عبارة عن رسم الفيز على الاكس على الواي اكسس وذ ريسبكت تو فريكونسي على الاكس اكسس اللي هو فريكونسي هو اوميجا، او ممكن يكون الاوميجا طبعا وحداتها راديان بير سكند، وممكن نرسمه وذ ريسبكت تو اف، الاف اللي هو الهيرس. الفرق بين الاوميجا والاف والاوميجا يساوينا 2 باي اف. طيب اكثر الانواع شهرة بالنسبة للفلتر سواء كان باس فلتر او اكتف فلتر هو لو باس فلتر. اولا هو اللو باس فلتر، شنو معنى اللو باس فلتر؟ يعني ما معناه يمرر لك فقط الترددات الواطئة، لو باس فريكونسي ما معناه راح يمرر لنا فقط الترددات الواطئة بينما يسوي ستوب على الترددات العالية. الهاي باس فريكونسي، هاي باس اتش بي اف، هاي باس فريكونسي ال بي اف هي اللو باس فريكونسي، الهاي جايه الاتش من هاي والبي من الباس والاف من الفلتر. ما معناه يمرر لنا فقط الترددات العالية بينما الترددات الواطئة ما تمر. الباند باس فلتر ما معناه راح يمرر لنا فقط الترددات الوسطية، الجزء من اللو باس فلتر وجزء من الهاي، العفو جزء من اللو فريكونسيز وجزء من الهاي فريكونسيز، هذا يسمونه بالباند باس فلتر، يعني الترددات الوسطية جزء من اللو باس وجزء من الهاي باس فريكونسي. طيب الباند ريجكت او ما يسمى باند ستوب فلتر، باند ريجكت فلتر او باند ستوب فلتر، هذا راح ايش راح يسوي؟ راح يمرر لنا، ما يمرر الترددات الوسط يعني عكس الباند باس فلتر، لكنه يمرر الترددات الواطئه، جزء من الترددات الواطئه جدا وجزء من الترددات العاليه جدا، بينما الترددات الوسطيه يلغيها. طيب شلون احصل على الكت اوف فريكونسي؟ الكت اوف فريكونسي بصوره عامه هو تردد القطع، يعني عنده راح يكون حد ثابت، يا اما يكون عندك امرار، يعني مثلا لو كان عندنا لو باس فلتر فالتردد القاطع راح يمرر لك الترددات الواطئه الاعلى من الكت اوف فريكونسي فان الترددات ما تمر، بينما باللو باس فلتر الكت اوف فريكونسي الاقل من عنده ما تمر بينما الاعلى من عنده تمر. اذا هو حد فاصل بين الستوب باند والباس باند. طيب شلون احصل على الكت اوف فريكونسي؟ كت اوف فريكونسي اخذ اعلى قيمه بالماجنتيود ريسبونس، هذا الماجنتيود ريسبونس ما عاد ما اسمه بوت ريسبكت تو فريكونسي، اعلى ترد اعلى قيمه قسمها على جذر 2، على جذر 2 من اعلى قيمه، راح احصل عليه من على قيمه اسقطها على الكيف ومن ثم على الاكس اكسس راح احصل على الكت اوف فريكونسي، او اخذ اذا كان الداله مرسومه بالدي بي، الريسبونس مرسوم بالدي بي، اخذ الماينس 3 دي بي، اسلط ماينس 3 دي بي على الكيرف ومن ثم على الاكس اكسس راح احصل على الكت اوف فريكونسي. طيب الباندويث، شنو معنى الباندويث؟ الباندويث هي الحزمه الترددية المسموح بها لمرور الترددات المرغوبه بها، الباندويث اذا هي الحزمه الترددية المسموح بمرور الترددات من خلاله. ممكن نقيسها بالراديان بير فريكونس، راديان بير سكند اذا كانت الترددات بالاوميجا، واذا كانت بالهرس ممكن نقيسها ايضا بالهرس، يعني اذا تعتمد على نوع التردد. اذا كان انت راسم الاكس اكسس اوميجا فهو معناه الوحدات الباندويث بالراديان بير سكند، واذا كنت راسم الاكس اكسس بالهرس ما معناه اقدر اقيسها بالهرس. طيب الكواليتي فاكتور، الكواليتي عامل الجودة، عامل الجودة هو فد مقياس المل السلكتيفيتي، اختيار التردد، كلما كان العامل الجودة عالي كلما قلت الباندويث. ما معناه نشوف من هاي المعادلة عامل الجودة اللي هو الكيو يساوي لنا الاوميجا نوت التردد او سنتر فريكونسي مقسومة على اليمن مقسوم على الباندويث، البيتا هي تمثل لك الباندويث، هاي الباندويث بيتا او في بعض الاحيان يسمونها بي دبليو، البي كابيتال دوت دبليو يسموها ايضا باندويث. اذا انت الباندويث مخير بانه يا اما تستخدم البيتا او بي كابيتال دبليو كابيتال، ما معناها الباندويث. اذا نرجع للكوالتي فاكتور، الكوالتي فاكتور هو الراشيو يمثل لك الاوميجا نوت على اليمين على البيتا، اوميجا نوت على البيتا. اذا هناك تناسب عكسي inversely proportional between the quality factor
and the bandwidth. كلما كان الكواليتي فاكتور عالي كلما كانت الباندويث قليلة، وبالتالي راح احصل على سلكتيفيتي انتخابية للتردد بشكل عالي. واضح؟ طيب نيجي على موضوع الدي سي جين. الجين طبعا هنا هو جزء كلش مهم، هو نقدر نحصل عنه بعد ما نرسم الماجنتيود فريكونسي ريسبونس للدالة. طيب لما رسمنا الماجنتيود فريكونسي ريسبونس، اعلى قيمة هي راح تمثل لك الجين، اعلى قيمة راح تمثل لك الجين. طيب هذا الجين بالنسبة للباسيف فلتر، بالنسبة للباسيف فلتر هو راح يكون قيمته تتراوح بين الصفر الى الواحد، اذا اقصى شيء للجين بالنسبة للباسيف فلتر هو واحد، بينما بالنسبة للاكتيف فلتر هو اكبر من واحد. بالترددات الواطئة ايش وقت شو راح احصل على الجين؟ احول اشوف انا وين عند الاوميجا يساوي لك صفر، من عند الاوميجا راح يساوي لنا صفر، راح احصل منه جين. بينما بالهاي باس فلتر اعوض عن كل اوميجا بيش بانفينيتي، بينما بالباند باس فلتر كل اوميجا يساوي لك اوميجا نوت. السنتر اوميجا نوت بالمناسبه هي عباره عن السنتر فريكونسي، السنتر فريكونسي الموجود وين؟ السنتر فريكونسي موجود بالباند باس فلتر والباند ستوب فلتر او باند ريجكت فلتر. ننتقل الى البود دايجرام، هو فد تقنيه رسم حتى توضح لنا الفريكونسي ريسبونس لاي دائره. اذا هي فد تقنيه البود دايجرام، فالتقنية حتى توضح لنا الفريكونسي ريسبونس لأي دائرة. طبعا البود دايجرام بي نوعيتين يسمونه الماجنتيود والفيز، أيضا الماجنتيود والفيز. والماجنتيود يرسم القيمة للكومبلكس نمبر وذ ريسبكت، يعني القيمة المحصلة من الكومبلكس نمبر وذ ريسبكت تو فريكونسي، وأيضا الفيز مارجن او يسمونه الفيز مارجن، ديش يسمونه جين مارجن، فيز مارجن. والفيز مارجن ايضا الفيز يعني مو معناه الزاويه عندما نرسمها ويا من ويا الفريكونسي. طيب الديسيبل شنو معنى الديسيبل؟ الديسيبل ليش نرجع الديسيبل؟ حتى نخفض القيم العاليه ونحاول نحصل على قيم واطئه. اذا الديسيبل هي صيغه الما للفريكونسي ريسبونس، الماجنتيود فريكونسي ريسبونس لما نقول بالدي بي معناه هو شنو؟ هو ديسيبل، دي بي ديسيبل. حتى شنو؟ نقلل من اللارج سكيل، لارج سكيل. طيب عندنا عده انواع من الديسيبل، قد يكون اذا كان عندنا باور فمعنى هذا هو الفورميلا للباور 10 لوج 10 للباور اوت على الباور ان. الجين هو الاوتبوت على الانبوت، المن للاوتبوت باور على الانبوت باور، او قد يكون بصيغه فولتج جين، فولتج جين ايضا في اوت على في ان، ناخذ لكن ناخذ الفولتج جين 20 لوج في اوت على الفي ان، او قد يكون عباره عن كرنت جين هو ايضا اوتبوت على الانبوت بس لكن اللوج مضروب بيش في 20. طيب ناخذ انواع الفلتر بالنسبه لمن؟ بالنسبه الى الريسبونس كاركترستيك. الريسبونس كاركترستيك النوع الاول هو يسمونه البتر وورد كاركترستيك. البتر وورد كاركترستيك به ثلاث مميزات مهمه. اول ميزه بانه الباس باند، هذا هو عباره عن شكل لو باس فلتر. شوف الباس باند، هذا الباس باند، شوف الباس باند فلات، ما بي ريبل، ما بي ريبل. اذا راح نحصل على فيري فلات ماجنتيود، هذا فيري فلات ماجنتيود، ما بي ريبل، ما بي اعوجاج، ما بي تعرج. طيب هاي النقطة الأولى، الرول هذا very flat magnitude. النقطة الثانية roll off rate is 20 dB decay per pole. إذا هذا هو الرول اوف، هذا الانحدار مالته، هذا الانحدار مالته يسمونه الرول اوف. ايش قد هو قيمته؟ 20 دي بي بير ديكي. الصفة الأخرى بأنه الفيز مالته نون لينير، إذا هذا النوع إذا نحتاج بأنه فيز نون لينير ممكن، وعندنا هاي مواصفات فلات بالباس باند، بالباس باند ريسبونس فلات، ما معناه اقدر استخدم البتر وورد. النوعيه الاخرى هي تشيبي شيف، تشيبي شيف كاركترستيك اللي هو راح يكون هذا ايضا لو باس. نشوف بانه الباس باند، الباس باند هذا الباس باند المنطقه اللي يمر بها الترددات، بانه ما مو فلات، هاي عباره عن ريبل. اذا اول شيء راح نشوف بانه ريبل بال
فاسبان. طيب الجزء الثاني هذا او نمبر 1. نمبر 2 هو الرول اوف ريت جريتر ذان بيست 20 عفوا 20 دي بي ديكيت بوب. اذا هذا هو اعلى من 20 دي بي بير ديكيت، اعلى من 20 دي بي بير ديكيت. شنو معناه؟ ما معناه اكثر شاب اكثر قطعا من البتر وول. طيب وايضا الفيس شيفت هنا ايش راح يكون؟ نون لينير. الفيس شيفت مالته راح يكون نون لينير. النوع الاخر هو البازل كاركترستيك. البازل كاركترستيك ايضا اكو عنده فلات بالباس باند، بس مو مثل الفلات الموجود بالبتر وورث. هذا نمبر 1. نمبر 2 رول اوف اقل. شوف هسه تشوف هذا الانحدار مالته راح يكون قريب الى الايديال، بينما هذا الانحراف راح يفرش اكثر من هذا. اذا الرول اوف راح يكون اكبر او اقل العفو من 20 دي بي بير ديكيد. بس هذا النوع يمتلك لينير فيز، لينير فيز. راح ناخذ من المثال على ترانسفير فانكشن المن للوبا للفلتر بصوره عامه، ونحاول نرسم الماجنتيود والفيز. هذا فد مثال مطلوب من عندنا من هذا المثال. معطينا راح يعطينا ترانسفير فانكشن، ثلاثه ترانسفير فانكشنز واضافه الى هوم وورك. يقول لك من هذا الترانسفير فانكشن حاول بين توجد لنا الماجنتيود ريسبونس والفيز ريسبونس. ماجنتيود ريسبونس والفيز ريسبونس عندما تكون الترددات، ويريدها ايضا بالدي بي. هذا الماجنتيود ريسبونس وهذا الفيز ريسبونس. الماجنتيود ريسبونس يريده بالدي بي، وعرفنا بالدي بي وين راح يكون. هذا هو الدي بي مقداره ايش قد؟ 20 لوج في اوت على في ان. هذا يسمونه الماجنتيود. هي الماجنتيود ايضا منطقية هي 20 لوج الابسولوت فاليو اتش اوف جي اوميجا. طيب نرجع للاكزامبل. اذا مطلوب من هذا عندنا ترانسفير فانكشن الاولى هو h اوف s يساوي لنا s، h اوف s يساوي لنا s. شرحنا سابقا بانه حتى نرسم الفريكونسي ريسبونس او الماجنتيود لازم نعوض عن كل s بايش؟ بجي اوميجا. مو معناها هسه النمبر 1 الترانسفير فانكشن نمبر 1 هي h اوف s تساوي لنا s، لازم نعوض عن كل اس بجي اوميجا. اذا عوضنا عن كل اس بجي اوميجا اذا تساوي لنا جي اوميجا. اذا ابسولوت فاليو، الابسولوت فاليو ما معناه القيمه المطلقه او الطول. شنو معناه؟ ما معناه تحت الجذر، تحت الجذر الجزء الخيالي تربيع زائد الجزء الحقيقي تربيع. الجزء الحقيقي هنا صفر زائد الجزء الخيالي تربيع، يعني اوميجا تربيع. تحت الجذر راح عندنا فقط اوميجا. اذا هذا الماجنتيود الهاي الداله او هذا ترانسفير فانكشن يساوي لك اوميجا. اذا نريد بالدي بي راح ناخذه مو معناه 20 لوج هاي الاوميجا، 20 لوج الاوميجا. طيب الفيز مالته شنو هو؟ هو تان انفيرس الجزء الخيالي على الجزء الحقيقي. طيب الجزء الخيالي هو اوميجا، الجزء الحقيقي ماكو صفر. اذا اوميجا على صفر انفينيتي، تان انفيرس انفينيتي ما معناه ايش قد يساوي لنا؟ زاويه تعطينا انفينيتي تان مالتها هو 90 درجه باي اوفر 2. اذا هذا ثابت لكل انواع الترددات. ايش قد الفيز شيفت مالتنا؟ هو ايش قد؟ 90 درجه باي اوفر 2. نجي بالبدايه نعوض بهاي الداله، منطينا التردد، منطينا التردد 0.01، نعوضه هنا ناخذ اللوج مالته 0.001 راح يطلع لك ناقص 2، ناقص 2 في 20 ناقص 40 دي بي. وايش قد الفيز عندها التردد؟ وقلنا ثابت هو الفيز لكل الترددات يساوي لك باي اوفر 2. مرة الأخرى نعوض الأوميجا ايش قد رايد الأوميجا؟ 0.1، نعوض هنا 0.1 لوج 0.1 ناقص 1 في 20 ناقص 20، ناقص 20 دي بي. ايش قد الفيز ثابت؟ باي اوفر 2. وهكذا. ناخذ المثال الثاني هو ان الاتش اوف اس لو انه 1 على اس، حتى نقدر نوجد الماجنتيود لازم نعوض عن كل اس بي جي اوميجا. اذا اس اوف جي اوميجا نعوض عن كل اس بجي اوميجا، هذا اس نعوض عن جي اوميجا. اذا اصبحت لنا هاي المعادله. طيب حتى اوجد للماجنتيود للداله النسبيه او داله القسمه بسط على مقام، فلازم اوجد الماجنتيود للمقام والماجنتيود للبسط. طيب الماجنتيود للمقام هو فقط موجود ريل بارت، الريل بارت يعني جزء حقيقي اللي هو ايش قد قيمته؟ واحد، بينما الماجينري بارت صفر. اذا ايش راح يساوي لنا الماجنتيود للبسط؟ هو تحت الجذر واحد تربيع زائدا الجزء الخيالي صفر زائدا صفر
اذا النتيجه راح يساوي لنا جذر واحد، جذر واحد قد يساوي لنا واحد. اجي للجزء الجزء المقام ايضا، هنا اشوف الجزء الحقيقي صفر، بينما الجزء الخيالي ايش قد هو اوميجا. اذا ايش قد راح يساوي لنا تحت الجذر؟ الجزء الحقيقي تربيع اللي هو صفر تربيع، زائد الجزء الخيالي تربيع يساوي لنا اوميجا تربيع. اذا صفر زائد اوميجا تربيع، اوميجا تربيع تحت الجذر، النتيجه يساوي لنا اوميجا. طيب شلون احول احولها للدي بي؟ 20 لوج ايش قد ال 20 لوج 1 على اوميجا اتش او جي اوميجا. طيب ابدي ايضا هسه اعوض بالداله. اذا عوضت 0.01 الاوميجا 0.01 يعني ما معناه احسب 100 لوج 102 في 20 40، هاي 40. طيب نسينا بانه نشوف التردد، العفو الفيس شيفت. الفيس شيفت هو ايش راح يساوي لنا؟ فيس شيفت هو ايضا راح يكون الفيس شيفت للمقام ناقص الفيس شيفت للباست. الفيس شيفت للمقام هو يساوي لنا تان انفيرس الجزء الخيالي على الجزء الحقيقي. الجزء الخيالي صفر على الجزء الحقيقي واحد، صفر على واحد صفر، تان انفيرس صفر، يا زاوية تعطينا صفر ناخذ التان مالتها صفر يا زاوية صفر. واضح؟ طيب على ناقصا اذا زاوية الباسط هي راح تكون صفر، بينما زاوية المقام راح تصير تان انفيرس، تان انفيرس الجزء الخيالي اوميجا على الجزء الحقيقي اللي هو هنا صفر بالمقام، فاوميجا على صفر، اوميجا على صفر ما معناه انفينيتي، تان انفيرس انفينيتي ما معناه بهيج حالة تان انفيرس انفينيتي ايش قد؟ 90. اذا صفر ناقصا 90، ناقصا 90 هي ناقص باي اوفر 2. ليش ناقص؟ لانه الزاويه تؤخذ بانه زاويه الباسط ناقصا زاويه المقام، زاويه الباسط ناقصا زاويه المقام مثل ما اخذتوها في درس الدوائر الكهربائيه لموضوع الاي سي. اذا هذا هو ايضا ثابت بالنسبه لكل الترددات قيمته ناقصا باي اوفر 2. طيب ناخذ الاوميجا هسه 0.1، نيجي نعوض نقول 1 على 0.1 10، لوج 10 يعني ما معناه واحد في 20 يصير 20. وش قد الفيز شيفت مالنا؟ ناقص باي اوفر 2. وهكذا للبقيه. ناخذ ترانسفير فانكشن اخرى. ايضا اول ما نبدي نعوض عن كل اس بي جي اوميجا، اذا 1 زائد 0.1 كل اس نعوض مكانها جي اوميجا. 0.1 يعني ما معناه 1 على 10، ما معناه اوميجا على 10. يعني هاي 0.1 منين جت؟ من ال 10 منين جت؟ هي قسمه، هي 0.1 معناه 1 على 10. يعني تقدر تقول 1 زائد اس على 10، وكل اس هي جي اوميجا نعوضها، يعني 1 زائد جي اوميجا على 10. طيب هسه لازم نوجد الماجنتيود. الماجنتيود هو ايش راح يساوي لنا تحت الجذر؟ الجزء الحقيقي اللي هو الواحد تربيع زائد الجزء الخيالي تربيع، هذا واحد تربيع زائد اوميجا على 10 تربيع، ويساوي لنا راح يساوي هالقيمه، هذا هاي القيمه. ناخذ الدي بي مالتها 20 لوج الجزء اللي حصلناه بالدي بي، والتان والتان والفيس ريسبونس ايش راح يساوي لنا؟ الجزء الخيالي، الجزء الخيالي اللي هو اوميجا على 2 مقسوم على الجزء الحقيقي، اذا تان انفيرس الجزء الخيالي على الجزء الحقيقي. الجزء الخيالي اوميجا على 10 تقسمه على 1 اذا يبقى على اوميجا على 10. ونبدا نعوض طلاب، نعوض 0.1 هنا، نعوض 0.1، 0.1 على 10 تربيع زائد 1 تحت الجذر، ناخذ اللوج الها في 20 راح تطلع لنا هذا الرقم. نعوض هنا 0.1، 0.1 على 10 راح يطلع لنا 1 على 100، تان انفيرس الها راح تطلع لنا هاي الزاويه. نجي ناخذ 1 نعوض هنا 1، 1 على 10 0.1 تربيع 0.001 زائد 1 كلهم تحت الجذر، راح نطلعها ناخذ اللوج الها القيمه هاي نضربها في 20 تطلع لك هاي القيمه، ونعوض هنا 1 على 10 0.1 تان انفيرس 0.1 راح يطلع لنا هذا الجزء. وهكذا طلاب بالنسبه لبقيه الترددات. طيب هنا بالنسبه للهوم ورك، هوم ورك نقدر نعطيكم فد هنت عليه. ايضا اول ما نجي نقول الاتش اوف اس حتى نجد الماجنتيود، نعوض كل اس بجي اوميجا، يعني معناه هنا يصير جي اوميجا 160 على 25 او 2 اس العفو 2 جي اوميجا، هاي اس العفو زائد 200، 2 اس زائد 200
يعني هنا نعوض مكانه شنو؟ جي اوميجا. اذا شلون نجد الماجنتيود؟ الماجنتيود راح ناخذه للباسط والماجنتيود راح ناخذه للمقام. الماجنتيود الباسط هو راح يساوينا تحت الجذر الجزء الحقيقي تربيع، يعني 160 تربيع زائد جزء خيالي تربيع، ماكو جزء خيالي بالباسط فيساوي صفر، اذا جذر 160 تبقى 160. بينما للجزء الخيالي او الماجنتيود للمقام اكو جزء حقيقي اللي هو 200 واكو جزء خيالي 2 اوميجا، لان هنا عوضنا مكان الاز جي اوميجا فيصير 2 اوميجا. اذا ايش راح يساوونا تحت الجذر؟ الجزء الحقيقي تربيع اللي هو 200 تربيع زائد الجزء الخيالي تربيع 2 اوميجا تربيع. هذا بالنسبه للامبليتيود. طلعنا الماجنتيود ناخذها 20 لوج، 20 لوج حتى نحصل 20 لوج حتى نحصل الداله بالدي بي، 20 لوج الماجنتيود. الفايز ايضا راح نشوف ان تان انفيرس المقام، ايش قد زاويه المقام؟ تان انفيرس الجزء الخيالي على الجزء الحقيقي، الجزء الخيالي صفر على ال 160 راح يطلع لنا صفر، تان انفيرس صفر معناها زاويه الباسط هي صفر، بينما زاويه المقام راح تكون تان انفيرس الجزء الحقيقي الخيالي اللي هو 2 اوميجا مقسوم على 100. طيب الجزء الحقيقي زاوية الجزء زاوية الباسط ناقص زاوية المقام، زاوية الباسط هي صفر، إذا النتيجة راح تكون ناقصا نتيجة الزاوية الفيز شيفت أو الفيز ريسبونس راح يساوي لنا ناقصا تان انفيرس 2 أوميجا على 200، وتبدي تعوض هاي الترددات مثل ما أسلفنا. بنهاية هاي المحاضرة أتمنى لكم حسن الاستماع، وإذا كنت عندكم أي سؤال إن شاء الله نتواصل. شكرا وإلى اللقاء في محاضرات قادمة.